صحابي وحبايبي على قناة وجروب مور سيمبل مور كرياتيف. النهاردة أقدم لكم فكرة جميلة جدا بحاجات بسيطة جدا هنعملها سوا، مش هتاخد مننا أي وقت. أول حاجة احنا عايزين أي برطمان مدور بالحجم اللي احنا عايزينه، عشان نقصه بالطول برضو اللي احنا عايزينه زي ما احنا شايفين. فأنا لقيت عندي علبة كلوريكس خلصانة، فقلت ان انا استغلها في الفكرة اللي انا عايزة انفذها. هسوي المكان القص كويس، تاني حاجة هنحتاج عصيان الشيش وهنقص أطرافها على حسب برضو الطول اللي احنا عايزينه، وهنبتدي ان احنا نلزقه على البرطمان بعد ما قصناه بالشمع. زي ما انتوا شايفين هنلزقه ورا بعض، بحاول اشيل الشمع الزيادة عشان ما يبقاش شكله مش حلو. وخلاص كده عملنا اغلب البرطمان زي ما انتو شايفين. وبكده خلصنا خلاص لزق بمسدس الشمع، بنستخدمها كده ونحط فيها شمع بحجارة بيبقى شكلها جميل. نكمل فكرتنا مع بعض. ده دهان سبراي ذهبي، هنرش بيه الشغل اللي احنا عملناه. نتيجة بعد ما نشف. لو الفكرة عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة.